عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. كلنا عارفين ان بيت الواحد مملكته، ومفيش مملكه بتتبني من غير اسس وقواعد. عشان كده ظهر فن الديكور اللي من خلاله نقدر نختار التصميمات وكمان الالوان والاساس والاضاءه. لكن بنبقى محتاجين مختصين معانا عشان نقدر كمان بلمسه فنيه وبنظره معاصره منهم نختار الديزاينات والتصميمات اللي احنا محتاجينها. عشان كده النهارده معانا فقرتنا دلوقتي مصممه الديكور مروه عادل المدبولي اللي منورانا في عاش الشباب. برحب بيك يا مروه. اهلا بيك يا مروه، عامله ايه؟ اهلا بيك. صباح الخير عليك يا مروه، منورانا في عاش الشباب. نورك في صحتك. طيب في البدايه مروه، عرفينا بنفسك. انا اسمي مروه عادل، بشتغل مهندسه ديكور بقالي 6 سنين، يعني دي السنه السادسه. بعمل ديزاين وتنفيذ. خرجت ايه؟ انا خريجه تجاره، مش بعيد عن الديكور، بس بعيد حابه عن المجال جدا. حابه جدا. طب مروه، ليه اخترتي بقى مجال الديكور ومين شجعك فيه؟ هو انا كان يعني كان نفسي ادخل فنون جميله، وكنت حابه الديكور من الاول، بس يعني ظروف السفر ما اسعفتنيش ان انا ادخل الكليه. ف يعني اتعينت في شركه ديكور، ومن خلالها انا ابتديت الديكور معاهم. يعني الشركه دي هي مدرستي، يعني هي دي اللي انا تستحق ان انا اقول هي المدرسه اللي انا اتخرجت منها يعني. وحابه لو ينفع اذكر اسمها، ان هي شركه اسباير. هي دي الشركه اللي انا يعني خدت منها خبرتي، سواء ديزاين تنفيذ كل حاجه. مين بقى شجعك عندك في البيت يعني؟ طبعا بابا وماما واخويا هم شجعوني. تمام. طب خلينا نتكلم بقى، ندخل في الموضوع نفسه. انواع الاستيلات الموجوده حاليا ايه؟ السنه دي فيهم ممكن الانواع، في مودرن، كلاسيك، نيو كلاسيك، امريكان، اندستريال. في الشقق الحالي نيو كلاسيك ده الموضه، ده الحالي يعني. الكافيهات والتجاري عموما بشكل عام، اللي هو الستايل اللي هو الاندستريال، اللي هو بيبقى شغل حديد، خشب، الوانات الغامقه، سقف اسود كده يعني. ايه مروه، طب انا دلوقتي مثلا كعميل جاي عندك الشركه، ايه البرنامج او المراحل اللي انت بتعرفاني بدايه مثلا من التصميمات لحد وصولا للتسليم؟ هو اول حاجه بنعملها ان انا حضرتك مثلا جيتي تعاقدتي معايا، فانا اول حاجه بعملها ان انا بنزل اعمل معاينه للمكان. برفع مقاسات، برسمها 2D، بعد كده بعمل فرش وكذا اقتراح للفرش. اول ما حضرتك تستقري عليها خلاص، ببتدي بقى ادخل في مرحله الاختيار الصور. بنزل صور من على النت، افهم بس منها يعني الفكر رايح لفين، الفكر رايح لاني نوع من الستايل والالوان. ساعتها انا بشتغل الشغل 3D. تمام. لو حصل تعديل بيبقى ده يعني حاجه 1%، لان انا المفروض ببقى استقريت معاكي قبل مرحله 3D، فمن خلال الصور ان انا اوصل لدماغك اللي هو من ناحيه كل حاجه بقى، الوانات، ديكور، نوع الستايل، كل حاجه. طب يا مروه، بالنسبه بقى للستايل، اذا كان الستايل مثلا يعني مودرن او كلاسيك، بيأثر في لون الحائط في البيت؟ انا بشوف مثلا لو الستايل الكلاسيك ده مثلا لازم يكون اماكن واسعه. اللون الكلاسيك مثلا لازم له اللون اللي هو الاوف وايت عشان يظهر، عشان يظهر. وحتى الاضاءه بتاعته لازم تكون وارم، اللون اللي هو الاصفر الهادي، ما يبقاش ابيض، لان الابيض ده بيبوظ الديكور بتاعه. بس ده في الكلاسيك، ده كده في الكلاسيك. النور الابيض بس. لكن في اي حاجه تانية لا يبقى وارم مش ابيض. مروه، طب شايفه ان كل مثلا غرفه في البيت بتختلف من حيث الديزاين والالوان؟ ممكن تختلف من تختلف عادي. انا ممكن اعمل مثلا الريسبشن نيو كلاسيك واعمل اوض مودرن، فعادي ان انا اعمل كذا الوان طالما هي غرفه منفصله، عادي انا اشتغل فيها براحتي. سواء الوان كستايل كاي حاجه. ما اتكلمناش هنا بقى عن المطبخ وكده، يعني ده كتير قوي والناس بتهتم كتير بديكور المطبخ وكده. طيب. الالوان بقى والحاجات الجديده دلوقتي الموجود حاليا دلوقتي ايه احسن حاجه دلوقتي انت شايفه في المطبخ؟ المطابخ الالوان، اللون الموف موضه السنه دي، لون الجراي والدارك بلو اللي هو الازرق الغامق خالص. هو ده. انت معاكي شغل، هنعرض شغل النهارده لو كده. طب مخرجنا ممكن نعرض شغل مروه دلوقتي؟ احنا جاهزين بالصور مروه. الصوره هي على عليها ده كافيه اندستريال، اللي هو الستايل اللي هو الحديد والخشب والحجر. والالوان الغامقه اللي بعده رسم على الحوايط، حلوه جدا. ميرسي.
بيبقى فين شغلك ده يا مروه؟ ده كافيه. ده كافيه ده مكانه فين؟ ده مكانه في شبين. بس ما شاء الله حاجه جميله جدا يعني. جدا والله حاجه روعه. لا شغلك ما شاء الله هايل. طب مروه ساعات كتير بتحصل معانا مثلا احنا بنختار لون معين يعني في الحائط ومره واحده لما وقت التنفيذ بيبقى لون تاني خالص، ايه بقى الحل وقتها؟ لو هو كلون مثلا انا مثلا اخترتي لون تركواز والتركواز كان قصدك ان هو يبقى لون فاتح، فهو انا بقى لو هنصلح اللون فاحنا بنصلحه ان احنا بنضيف عليه لون ابيض عشان يفتح معايا لو طلع غامق على الحيطه، لو العكس ان هو طلع غامق وعايزه افتحه بضيف عليه عايزه اغمقه واضيف عليه لون اسود. بس فهي التصليح عادي ما فيهاش مشكله. طب ده بالنسبه للالوان. طب بالنسبه للتحف وكده في البيت، انت معها او ضد يعني جمع اكبر كم من التحف في البيت وكده؟ لا طبعا ده بيفرق في الديكورات وفي الشغل. بيفرق طبعا على حسب المساحه. مساحتي كبيره اقدر احط ديكور برده بس بنسب ما مش لا الاقي ناس يعني انا بدخل اماكن كويسه واماكن واسعه يعني تحف بطريقه يعني كتير. لا لا بس دي بتبقى بنسب ان انا احط مش بكتر الحاجه. يعني مش هي مش بكتر الحاجه يعني المفروض برده مصمم الديكور بيبقى ليه نظره. يعني هو ده فايده برده الديزاين اللي هو 3 دي ماكس. 3 دي ماكس ده ان انا قبل ما اشتغل خالص في اي حاجه، قبل ما نفرش، قبل ما نشتغل في اي ديكور، بيوضح الدهانات، الحوايط، الاكسسوارات، الفرش، الالوانات، كل حاجه من دي قبل ما نشتغل. فبالتالي بتحددي كل حاجه. طب احنا ممكن نكمل الصور برده نشوف على ارض الواقع بقى. يا ريت. ده ريسبشن نيو كلاسيك. ده نيو كلاسيك اللي هو ميال اكتر للكلاسيك. حتى هو النيو كلاسيك ده اصلا بيبقى يعني ميكس ما بين المودرن والكلاسيك. ميكس. وفي منه اللي هو بيبقى متجه اكتر للكلاسيك ومتجه للمودرن. ده متجه اكتر للكلاسيك. دي مودرن غرفه نوم رئيسيه. حلو الديزاين ده كمان. دي برده فيها بانوهات، حيطه غامقه ورا السرير، سقف لفيف بسيط جدا جيبسون بورد، دهان قطيفه على الجدران. كل ده انت اصلا بتختارين انت والعميل معاكي صح؟ ده مطبخ كلاسيك. حلو. لازم المطبخ الكلاسيك ده في مكان واسع يعني. ما احطوش ابدا في مكان ضيق، لازم يكون فراغ كبير. صاحب المكان اللي بيقول ولا انت بتعرضي له مثلا انا في كذا حاجه انت حابب حضرتك يختار منهم في كذا وكذا وكذا، فانا بيعجبني حاجه معينه اقول لك مثلا انا عايز ده. هو ساعات بيبقى حابب حاجه ولا هو بيبقى محدد حاجه معينه. في ناس بتبقى محدده وفي ناس بتبقى حابه حاجه معينه، ولما بوريهم افكار ثانيه بيتجهوا لافكار ثانيه. طب عامه بقى ايه الالوان اصلا يعني ممنوع كده نستخدمها في البيت عامه في اي غرفه او حتى في الريسبشن، او ايه الالوان اللي مش محببه ان احنا نستخدمها؟ يعني ما ينفعش مثلا احط لون برتقاني يعني صعب، العين مزعج للعين جدا. في الوان كده اللي هو لا ما ينفعش اجي ناحيتها فسفوري برتقاني، لا هو الاحسن يبقى البيزك بتاعنا يبقى جراي اوف وايت، حيطه واحده لو ده لو في ريسبشن يعني هي اللي نديها لون او وول بيبر شكلها حلو. لكن ما احطش الوان شاذه ان هي يعني ما تبقاش حلوه للعين حتى عشان ما تتعبش كده، وعشان كمان الحاجه الهاديه كويسه اصلا في اي حاجه عامه. لكن البرتقالي فعلا زي ما انت بتقول له لونه اصفر والحاجات دي، فممكن يعني لا انا ممكن احط اصفر مثلا في بواب ما عنديش مشكله، بس الحيطان بتاعتي جراي. انا العين تبقى مرتاحه، لكن ما ينفعش ان انا ام جاي احط لون برتقاني كده في الجدران. احنا ممكن نعمل ميكس مع الالوان تبقى حاجه خفيفه بس لا بين اللون نطعم بس. طب الصور برده معانا تاني. ده ايه ده؟ دي مرحله الديزاين والتنفيذ، يعني ده التنفيذ بتاعها. حلوه جدا. اللي بعدها العميل بيبقى مطلع على يعني شغلك من بدايته. انا كده وصلت لكذا هعمل كذا المرحله الجايه وكده. بيبقى متابع كل حاجه. بيبقى متابع خطوه بخطوه. ولا انت بتسلمي له الحاجه خلاص؟ لا احنا الفينش وانس ان احنا خلاص ان احنا بنختار الصور مع بعض. عرفت الالوان والديكور اللي هو حبه خلاص بيشوف بعدها على طول 3 دي. اللي هو ده اللي احنا اتفقنا عليه. معلش برده على ان الصوره دي دي غرفه بنات نيو كلاسيك. يبقى فيها بانوهات وول بيبر والعفش نفسه ستايله نيو كلاسيك. من دي برده. وده العفش ستايل اللي هو الفينتج اللي هو بيبقى الخشب بيبقى عامل زي الديرتي شويه كده مشبح. بس ده ليفنج مودرن بس ستايل اللي هو البوهو. هو غريب فعلا كنت لسه هقول لك مختلف. هو ستايل عشوائي. هو اسمه الستايل ده اسمه ستايل عشوائي شويه. بس شغلك روعه. طب عشوائي ده يعني ايه؟ يعني هو جديد مثلا بيبقوا مختارينه ازاي يعني العشوائي ده؟ انا عايزه اقول لك ان العشوائي ده اللي هو ممكن تحطي اي حاجه فيه في اطار المودرن، بس في اي حاجه عايزه احط طابلو ابيض واسود مش شرط الوان مع الكنبه. حاجه كده مطرقعه وخلاص. بس المرحله الجايه بقى. طيب
انت في حاجه معينه عايزه توصلي لها؟ انا نفسي فيجور تبقى شركه فيها كل الاقسام، اللي هو العميل داخل مش هيروح لمكان جالري مثلا، لو جالري عايز يشتري نجف لا مش هيروح بره، هو يبقى فيها كل الاقسام، هي 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 المصنع بتاع الديكور كله. ايوه. طب انت يعني ايه الصعوبات برضو، اي حد بيبدا اي شغل بيلاقي برضو صعوبات في حياته، ايه الصعوبات اللي مروه قابلتها في حياتها في اول حاجه في الشغل؟ صعوبات قصدي مروه انت في عائق قبلك، مشكله برضو تخططيها وعديتيها عشان تكملي وتوصلي انت فيه حاليا؟ هو يعني هو اي شغل بيبقى متعب، بس يعني خصوصا ان انت كمان شغاله مع صنايعيه برضو، التسطيل تعامل طبعا مع صنايعيه ده بيبقى يعني بيبقى صعب، بس لا الواحد في الموقع بيبقى حاجه تانية خالص. انت بقى لك خبره قد ايه اصلا يا مروه؟ بقى لي ايه خبره قد ايه في مجال دي سنه سته، دي سادس سنه ليا فيها. يعني من ايام ما انت بتدرسي برضو انت في المجال؟ بياخد وقتك يعني وقت شغلك بياخد من وقتك قد ايه في اليوم مثلا؟ لا تقريبا ممكن تقول يوم ممكن لك بتكلم مع عميل لحد الفجر عادي. بس مش لازم تنزلي مثلا في الارض الواقع، لا انت ممكن في البيت بتصممي وبتشتغلي ال 3D بيبقى على الكمبيوتر تصممي وبتعملي عادي. مروه عايز اعرف منك برضو التصميمات مثلا اللي موجوده، لو كلاسيك او نيو كلاسيك او بوه او غيره من كده، بتختلف الاسعار يعني عن كل تصميم عن الثاني كاسعار؟ ايه التوب مثلا؟ يعني اعلى حاجه الكلاسيك لانه تفاصيله كتيره. الكلاسيك ستايل اللي هو القايمه كورنيشه مشغوله كل ده لا متعب كحد بيشتغل، وتنفيذيا برده بياخد وقت برده، فهو كديزاين سعره عالي وكتنفيذ برده سعره عالي. لكن الاسعار بتختلف من حاجه لحاجه طبعا. طب من تفاصيل الاسعار ايه عندكم مثلا؟ اي حاجه ممكن في حاجه كويسه الكلاسيك ايه حاليا دلوقتي الاسعار ماشيه ازاي في الديزاين؟ سعر المتر في الكلاسيك مثلا نقول اسعار برضه يعني بس عامه هي بتختلف. هو وبيبقى فيها ورود على حسب برضه على حسب كل حاجه. طب استور معانا على الهوا برضه تاني. بصي ده نيو كلاسيك متجه للمودرن، بصي هادي خالص ما تحس انه سمبل كده ما فيهوش شغل كتير. ده ايه اصلا، ده ريسبشن ولا ده ايه؟ ده ريسبشن ومعاه جزء ليفينج. تمام. اللي بعده والفاصل المشغول ده بيبقى حلوه جدا، عجباني قوي الفكره دي. حاسه ان البتاعه دي اصلا اسمها ايه بقى؟ بارتيشن، فاصل بين قطعتين. منها عمليه وكمان في نفس الوقت كمان بتحس ان بتفصل الاجزاء وكمان ديكور وما بتاخدش مساحه. اللي بعده يا شباب لا ما شاء الله شغل هايل يا مروه. طب يا مروه انت يعني انت شايفه ايه اللي بيميز مصمم الديكور عن غيره؟ انت دلوقتي ما شاء الله عليكي شغل رائع وشفنا كلنا والمشاهدين شافوا معانا، فانت شايفه ايه بقى نظرتك ايه مثلا، ايه اللي بيميز ده عن ده؟ انا مصمم ديكور اللي يميزنا عن غيره اللي يميز الجوده. ضمير في الشغل ده اهم حاجه. الكواليتي بتاعت اي المنتج سواء تصميم او تنفيذ. والسرعه يعني ما وبرده الضمير في حته الفلوس، اتفاق على الفلوس. في ناس تقول لك انا باخد سعر المتر بكذا وان ده اللي بياخده، بس هو لا ده مش حقيقي. يعني انا ضد مثلا اي مبدا شركه بتمشي ان سعر المتر في التشطيب يعني بيمشوا بسعر المتر اللي هو سعر المتر تشطيب ب 1500. طب هو الريسبشن تشطيبه غير الليفنج غير الحمامات غير المطابخ غير فانا بناء على ايه انا حددت سعر متر 1500 مثلا للمتر كل حاجه ولا لا انا مش بحب الطريقه دي، بحب النسبه ان ببلغ العميل بكل سعر بكل حاجه اشتريتها وباخد نسبتي عليها، بقول له انا نسبتي في اتفاق ان سي 10 سي 15% على توتال المبلغ كله اللي هو التوتال الشقه كلها مش بند معين. اعرف كل حاجه قبل ما ابدا بالظبط. بس فدي اوضح واحسن عامه. طيب انا عايز اعرف برضو الالوان اللي موجوده مثلا في المطبخ، عايزه حاجه تكون عمليه وفي نفس الوقت كمان شيك، ازاي اقدر اوفق ما بين ده وده العمليه والشيك؟ يعني انت طبعا عارفه المطبخ طبعا بيبقى المطرح يعني الاكل والحاجات والبخار والحاجات دي، فالموضوع بيبقى لو خدت بيت المراه من الاخر هو في المطبخ لو خدت لون فاتح بحس ان الموضوع كده صعب قوي ان هو يعني لازم كل شويه تنظيف، فانا ببقى برده عايزه حاجه تعمل المعادله دي. انا ممكن اختار مثلا اللي هي يبقى اللون مش شرط يبقى لون، يبقى خشبي كانها تشوفي شكل الخشب. تمام. في ممكن اللون لو هتختاريه عايزه جري تغمقي يبقى جري غامق، اوف وايت غامق تخليكي في الغوامق من كل الدرجات عادي هيبقى عملي معاكي جدا. والمطبخ العملي اللي هو المودرن مش الكلاسيك،
يعني المودرن هو عمل طب مفوش. المودرن ده بيبقى فيه اللي هو اصلا امريكان ولا بيبقى حاجه اه شامل الامريكان برضو، بس ده ستايل عملي فعلا تاني. اللي هو موجود اصلا في الريسبشن بيبقى فعلا عملي عادي. عملي، لكن الكلاسيك هو اللي فيه قايمه وحاجات في التنظيف هتبقى صعبه مع البخار مع الزيت مع كل ده بيبقى صعب. طبعا انت بتعرفي برضو العميل اللي عندك ان هو برضو العملي وايه اللي ما ينفعش حتى لو اختار. لازم تعرض عليه كل حاجه. لا انا بقول له كل حاجه بعيوبها ومميزاتها. تمام، احنا معانا دلوقتي برضو صور تانية. مخرجنا جاهز ولا ايه؟ لا صور احنا ما شاء الله يعني شغلها اصلا هايل. الكام اللي احنا عرضناه ده ما شاء الله، ده ليفينج مودرن وبرده داخل فيه اللي هو الستايل اللي هو الاندستريال برده، اللي هو ان الاباليك حديد، الجدار معمول حجر. واللي بعده ده ايه؟ دي ده الليفينج وفي مكتبه التلفزيون. طبلوات شيك برده محطوطه، دهان فاتح خالص جراي فاتح، وسقف برده بسيط. اغلبيه شغلك بيكون فين يا مرة؟ والله هو الاثنين، موقع والكمبيوتر. قاعده على الكمبيوتر بعمل ديزاين، اللي وبعدين بياخد منك وقت اكتر اكيد الكمبيوتر عشان التصميم. دي حقيقه. هو اصلا التصميم ده هو الخط اللي همشي عليه عشان اقدر امشي في التنفيذ، يعني هو ده العقل بتاع التنفيذ أكيد. من الاخر. طب هل لو جالك مثلا شغل بعيد او كده في اي مكان طبعا بتاخد اي شغل صح؟ هو عموما في مصر. بس بيبقى معاكي التيم ورك بتاعك انت عامه من حيث الدهان وكل حاجه، كل الصنايعيه موجودين. طيب انا برضو كنت عايزه اعرف منك ايه المده اللي مثلا اقصى مده تخلصي فيها فينش البيت، ولا يعني البيت اكتر، ولا لو مثلا كافيه في مكان بره او كده، يعني مين اكتر بتبقى محدده المده بتاعته بتبقى اصعب عليكي انت كشغل حتى؟ بصي هو كل حاجه لها مميزاتها وعيوبها. تمام. يعني لو شقه ممكن تاخد 3 شهور 4 شهور ده الوقت بتاعها. انما مطعم لا، ياخد هو كتير من شهر ونص لشهر. ده لان هو بيعد عليه ايجار، بيعد عليه حاجات، بس هو ما بياخدش وقت في التشطيب. بس هو تفاصيله هي اللي صعبه، مش زي الشقه. بس بتبقوا شقه حاجات معروفه، لكن الكافيه ليه تفاصيل كتير، سواء حاجه معدات في البار، التكييفات، كل ده تفاصيله كتيره في التشطيب. انا ساعات برضو بلاقي مثلا كافيه بجد اكتر حاجه بتشدني في الديزاين بتاع الكافيه بتبقى حاجه مطرقه، حاجه اللي هو خارجه عن المألوف. ما هو زي ما احنا مثلا ايه التكييف مثلا الضغط بتاع التكييف او اللي في السقف ندهنه اصفر زي اللي كان معمول في الكافيه. طب برضو معانا ده ريسبشن، كنا عايزين نفصل بين القطعتين، فعملنا بارتيشن شمال ويمين السفره، يعني المفروض في المنطقه دي تحط سفره. وده ايه برضو؟ ده المدخل بتاعها، تجاليد خشب، بانوهات كلاسيك برضو. هو الخشب ده ممكن كمان ان انا احط عليه ورق حائط عشان ما اخدش مثلا مساحه كبيره جدا من ورق الحائط، لان كمان تكلفته تبقى عاليه، فممكن ندهن المكان وعلى الخشب ده نحط ورق حائط صح ولا ده ايه؟ هو اعلى حاجه في التكلفه الخشب. الخشب طبعا. بس هو المدخل يفضل يبقى خشب. وده ايه طيب يا مروه؟ ده خشب برده. ده احنا كده في مرحله التنفيذ، ده الوقت الحالي اللي احنا شغالين فيه. انتوا برده عندكم ورق الحائط بتشتغلوا بيه صح؟ في قسم عندي اللي هو بجيب اقل سعر في الورق الحائط. طب انواع ايه بقى الموجود دلوقتي اكتر حاجه مثلا بتبقى موضه فيه، اللي هو بتحس ان مدي على كشمير شويه، تحس ان هو طبقته خشنه كده، ده بيبقى عامل زي كانه دهان بس هو ورق حائط. في اللي هو كمان بقى اتقل، ده بيبقى ايه انواعه او اسامي ايه؟ هو ملوش اسم معين في في الول بيبقى ملهاش اسم معين. ما الانواع بناء على ايه يعني؟ انواع بتفرق في ايه؟ الخامه خفيفه وخامه، بس هو انا بتعامل مع اللي هي الخامه اللي هي التقيله دي انا بتعامل معاها. طب دي ليها عمر افتراضي مثلا ولا هي؟ لا بتعيش عادي، بتعيش معاك بالتلات اربع سنين عادي جدا. لكن الخفيفه دي برضو مش هي دي، انا ما بستعملهاش اصلا خالص. طب هل يعني ورق الحائط ده بينفع للبيبان؟ البيبان ليها ورق زي كده ممكن تتلزق؟ مش مرجح ان الورق حائط يتحط على بيبان. لا مش طب انت شايفه ان الاضاءه بيبقى ليها يعني اضاءه البيت عامه او الغرفه او ايا كان موجود او حتى كافيه بيبقى ليها دور معين في الديكور، يعني بتبقى ليها فعلا دور رئيسي في الديكور ولا لا؟ العنصر الاضاءه ده طبعا مهم، هو اساسي معايا في الديكور. انا كل ما احط اضاءه كويسه كل ما يظهر لي الشغل اكتر. بتبقى انواع بقى اضاءات، اصل انا بحس ان مثلا في اضاءه اللي هي البي لايت الخفيفه شويه، في اللي هي بتبقى ده مثلا الستايلات الايه يعني الستايل النيو كلاسيك او البوهو او الحاجات دي كلها، ايه الاضاءات اللي بتمشي معاها بقى مع كل حاجه؟ ما هو بصي هقول لك على حاجه، يعني الامريكان دلوقتي كان زمان عباره عن كورنيشه ونجفه،
هو ده العنصر الاضاءه بتاعته نجف. في العصر اللي احنا فيه دلوقتي لا، احنا عادي بقينا نطور فيه، نحط عادي سبوتات ولا وهيدن لايت وعادي، وشغالين عادي فيه ان احنا بنطوريه كل عصر على حسب اللي اقدر اضيفه في الجديد يعني. فلا احنا ضفنا له ان هو يبقى فيه عادي هيدن لايت وفي سبوت ومع النجفه عشان يبقى فيه اضاءه قويه، ما هو ما يبقاش ريسبشن كبير ونحط فيه نجفتين. بس بتختلف الاضاءه من حاجه لحاجه. سبوت والاضاءه اللي هي المخفيه اللي هي الهيدن لايت دي بتختلف على حسب الشغل. طب يلا على حسب الشغل والمساحه عشان وقت فكرتنا، معلش ناخد الهاند ميد سريعا. ده انت شغلك برضه يا مروه؟ ده ايه بقى؟ ديكوباج، بيبقى اللي هو الفن اللي هو قص ولزق. حلو جدا على فكره، يعني ده شغل على طبق. ده ممكن ان هي تتحط زي تابلوهات برضو ولا بتبقى ايه؟ ده طبق، ده اصلا كان طبق عادي اللي احنا بناكل فيه وعملت عليه شغل الديكوباج دي، كانت باظه عندي قديمه جدا وجددتها. وده ايه؟ ودي صينيه خشب واشتغلت عليها. ده صينيه عادي؟ صينيه عادي والحاجات دي صح؟ حط طابلو يتقدم عادي في الضيوف، للضيوف تعمليه في كافيه عادي جدا، معاكي في اي حاجه. مره بجد كانت فكره حلوه جدا واستمتعنا بيها، وبجد كانت يعني من اهم التصميمات او المصممات اللي الديكور كانت معانا، بجد كانت حاجات كلها حلوه جدا. بشكرك جدا يا حجازي. شكرا لك يا مروه، شكرا لمروه، شرفتينا النهارده والله، يعني شغلك جذبنا جدا بصراحه، يعني ربنا يوفقك دايما. مشاهدينا الكرام، للاسف دي كانت نهايه حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بيها. بشكركم شكرا جزيلا، واستنونا في حلقات تانيه جديده من برنامجكم عايش الشباب.